في نقاشنا اليوم أكدت للرئيس عباس أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتحقيق رؤية حل الدولتين، دولة فلسطينية وإسرائيل، وهذا يصب في مصلحة دول المنطقة ومصلحة الولايات المتحدة. نود أن نرى دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا إلى جانب دولة إسرائيل، دولتان تنعمان تقرير المصير وبالسلام وبالأمن. كما قلت مرارا، السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو المفاوضات المباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لا سبيل آخر لتحقيق هذا.